قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني ثم قال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال سكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على من وليسعك بيتك إشارة إلى الاعتزال وتسويه سمعته وإساءة الظن به بألفاظ نابية كثيرة ونشر الفوضى والأنفاق مما يؤثر على النسيج الاجتماعي. وإن إساءة استخدام هذا الاسم Uh-huh.